السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة سناء مبسوط. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معاكم اليوم واحد لابيش بنكهة القهوة اي كافيين لعشاق القهوة. مهم بقاو معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو باش نشوفوا كاع المراحل ديال هاد لابيش. مهم هنا كما غتشوفوا معايا غادي ندوز نقطع معاكم واحد الطرف باش تشوفوها كيفاش جات. نتمنى هاد الفيديو ينال الاستحسان ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل الفائده. واللي باقي ما اشتركش في القناه ديالي يشترك ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد ديالي. هنا كما كتشوفوا ان شاء الله غادي نحضر معكم الكافيين بشكل لابيش في هذا المول. هذا كما كتشوفوا معايا نحتاجوا ليه في المكونات، هنا عندي 5 ديال الصفار ديال البيض، هنا عندي 50 غرام ديال السكر حبيبات اي سكر سنيده، هنا عندي 10 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان، هنا عندي 150 غرام ديال بياض البيض اللي عزلته على الصفار وعبرت 150 غرام، هنا عندي 60 غرام ديال السكر حبيبات ايضا، هنا عندي 90 غرام ديال الدقيق من النوعيه الجيده اللي مغلب من قبل، وهنا عندي 60 غرام ديال الزبده الحيوانيه. مهم ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير ديال هاد البسكويت. وغادي نضيف عليه هاد السكر حبيبات 50 غرام، وغادي نحاول نخلطو بالخوي حتى يبيض ليا الخليط. هنا كما شفتوا قبل ما ندوز يعني نطرب بياض البيض مع السكر حبيبات على شكل مرينغ فرونسيز، هنايا غادي نذوب هاد الزبده مي دوبليه ان شاء الله. غادي نزيد عليها هاد 10 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان بعد ما نضيف لها واحد شويه ديال الماء، غير واحد شويه، واحد الجهد اللي غادي يذوبها، منقويوش الماء بزاف صافي، ونضيفوها على الزبده في الاخير. المهم انا غادي ندوز نذوب الزبده بالماء تبرد ليا باش نخلطها مع هاد المكونات في الاخير. هنا انا غادي ندوز نوضع بياض البيض مع السكر حبيبات بعد ما ذوبت الزبده مع القهوه سريعه الذوبان. المهم هنا غادي نطلع هاد بياض البيض مع السكر حبيبات، هنا غادي نزيد عليه هاد المرنك غير بشويه وانا كنحرك. الله اكبر، غير بالمهل باش ما نطيحش هاد بياض البيض. كما كتشوفوا معايا من تحت الفوق نحرك هذا ورانيه بحال هكا. المهم هنا غادي نضيف الدقيق بشويه بشويه، يعني من كبوش دفعه واحده باش ما يطيحش لي هاد المرينغ فرونسيز اللي دخلت في هاد صفار البيض مع السكر السنيده، ما يطيحش ليا شوق ليا الخليط مهوي ليا هاد الزبده مع القهوه سريعه الذوبان. بعدا غادي نحرك هي الاولى حتى تسبك ليا القهوه في الاسفل بحال هكا على شكل خيط. الخليط كيتبدل اللون ديالو، خاصني ضروري ما نحرك ونحس بلي الدقيق ما بقاش ليا في الاسفل. صافي هنا غادي نحبس كما كتشوفوا معايا. هنا كما شفتوا بعد ما جبت لاطا ديال الفرن اللي انا شعلت الفرن، غادي ندير صافي هنا غادي نوضع المهم هنا كما شفتوا غادي ندخل البسكويت ديالي للفرن. المهم انا سخنت الفران غندخلوا اللي راه هاد البسكويت. المهم نتوما كان عندكم فران كهربائي 180 درجة واحد 8 دقائق حتى 10 على حسب الفرن ديالكم، ملي تعرفوا البسكويت صافي خاص تخرجوا.
المهم انا غادي ندخل البسكوي ديالي للفران. لكن باش تشوف البسكوي الضبيه غادي نخرج من الفرن. هو هاد البسكوي ديالنا بهاد السيرو. مهم ندوز ان شاء الله نحطه فوق النار. هنا ان شاء الله غادي ندوز ونصيب واحد الكولي ديال الكافي اللي كيتكون من المكونات 300 غرام ديال لا كريم فريش. هنا عندي 50 غرام ديال السكر حبيبات اي سكر سنيده. هنا عندي 10 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان. هنا عندي 4 ديال اصفر ديال البيض. هنا عندي 50 غرام ديال الزبده من نوعيه جيده. هنا عندي 60 غرام ديال الشوكولا نوار اي الشوكولاته السوداء الغنيه بالكاكاو. هنا عندي ورقه ديال الجيلاتين. هنا غادي كما كتشوفوا معايا رطبتها في الماء. مهم هنا غادي ندوز نصيب لا كريم اونغليز. هنا غادي نضيف هاد القهوه سريعه الذوبان وسط هاد لا كريم وغادي نديرها فوق النار تغلى. هنا كما كتشوفوا غادي نضيف هاد 4 اصفر البيض مع سكر حبيبات. غادي نخلط بالفوي نحرك بحال هكا حتى كيبيا ديا الخليط. هنا بعد ما غلات ليا لا كريم فريش مع القهوه سريعه الذوبان كنكبها بحال الخيط بحال هكا صافي. وكنرجعها فوق النار. خاص الكاسرول تكون بارده باش ما يطيبش ليا هذا البيض. ونديرها على عافيه مهيله. مهم درجة الحرارة ديال لا كريم اونغليز هي 85 لكن عندكم مقياس ديال الحرارة. هنا كما كتشوفوا غادي نرجع الكاسرول. مهم هنا كما كتشوفوا وضعتها فوق النار على عافية مهيلة كنبقى نخلط فيها بحال هكا. مهم هنا في الأول كتكون دايرة لي هاد الكشكوشة. مهم كنبقى نحرك بواسطة هاد سباتيل ما نغفلش عليها. هنا كما كتشوفوا لا كريم اونغليز بعد ما وجدات ان فوا كنديروا صبعنا في سباتيل يعني الخليط الاول ما كيهبطش على الخليط الثاني معني حتى انها وجدات. في هذه الاثناء غادي نضيف خارج النار هاد الجيلاتين صافي. غادي نخليها تذوب. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما ذوبت الزبده مع الشوكولاته غادي نضيفها على لا كريم اونغليز. هنا كما شفتوا بعد ما خرجت البسكوي ديالي من الفرن كيجينا على هذا الشكل كما كتشوفوا. انا هنا باقي تاع البتوش كتشوفوا. هنا كما كتشوفوا معايا خديت المول ديال لابيش وتراسيتوه فوق البسكوي كما كتشوفوا معايا. مهم على حسب الحجم ديال المول. هنا انا اللاطه اللي سرحت فيها صغيره لهذا انا درت هاد التقطع هذا. مهم نتوما على حسب المول اللي عندكم كما كتشوفوا معايا. هنا كما كتشوفوا معايا البسكوي انا هنا سقيتو عاد باش وضعته فوق الكولي. المقطع تحذف ليا بالسيرو اللي منكه بالقهوه. هنا غادي نغطيه بالفيلم انومونتير وغادي نوضعه في المجمد يبات ليا ليله كامله. ان شاء الله غادي نحضر معكم لاموس وكافي بعد ما وجدت الكولي ليله كامله يعني جمد ليا. غادي ندوز نصايب هاد لاموس وكافي اللي كتكون من هاد المكونات. بسم الله على بركه الله. هنا عندي 120 غرام ديال القشطه الطريه. هنا عندي جوج صفر ديال البيض. هنا عندي 25 غرام ديال القهوه سريعه الذوبان. هنا عندي 60 غرام ديال بياض البيض لي شاط ليا من الصفر عبرتو مع 120 غرام ديال السكر حبيبات. انا هنا كما شفتوا بياض البيض مع السكر سنيده غادي نوجد لا مريك سويس.
هنا عندي 5 اوراق ديال الجيلاتين، وهنايا عندي 300 غرام ديال لا كريم فريش تكون بارده، وهنا عندي 200 غرام ديال السكر حبيبات اللي غادي نمونطيها مع هاد 300 غرام. المهم ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. هنا كما شفتوا بعد ما وضعت القهوه سريعه الذوبان في هاد لا كريم فريش غنوضعها فوق النار غير تغلى ليا، نضيفها على جوج صفار البيض بعد ما نحركهم بالفوي. المهم بقاو معايا حتى لاخر فيديو ان شاء الله. هنا كما شفتوا بعد ما رطبت اوراق ديال الجيلاتين هنا غادي نضيف جوج صفار ديال البيض، غادي كما كتشوفوا غادي نضيف هاد لا كريم فريش مع القهوه وانا كنحرك وغنرشها فوق النار. هنا بعد ما داب ليا الجيلاتين غادي نحطها على جنب وغادي ندوز نصيب المرينغ سويس. ضروري بياض البيض ما يقرر يقيسوش الماء ولا السنيده هاد السكر حبيبات. هنا كما شفتوا بعد ما صيبت هاد المرينغ سويس ضروري في الاول من يعني ما نطربوه فوق النار على عافيه مهيله حتى كدوب لي هذيك السكر حبيبات مع بياض البيض، عاد باش كنديرو خارج النار ونطربوه بالطراب الكهربائي ونحصل على هاد منقار العصفور كما كتشوفوا معايا. صافي هنا غادي ندوز نعبر واحد 60 غرام ديال الميرينغ ونخلطو مع باقي المكونات. بعد ما صيبت هاد لا كريم اونغليز والميرينغ سويس 60 غرام هنا غادي ندوز باش نمونطي هاد 300 مليلتر ديال القشده الطريه مع 200 غرام ديال السكر حبيبات. انا غادي نطلعها ونتلاقى ان شاء الله. هنا بعد ما طلعت لا كريم فريش نخلط هاد المكونات كما شفتوا غادي نضيف هاد كريم شونتي من الاسفل الاعلى بحال الخيط وانا كن كما كتشوفوا معايا. ومن الاسفل الاعلى كتشوفوا الكريمه كيفاش جاتنا يعني حصلنا على هذا اللون. هنا كما كتشوفوا صافي وجدت ليا. هنا كما شفتوا هنا عندي هاد المول ديال لابيش وضعت فيه هاد البلاستيك يكون نقي. ممكن نتوما لو ما بغيتوش ديروا البلاستيك تقدروا ديروا دهنوا هاد المول بالزبده. المهم انا غادي نوضع هاد الكريمه نحاول نوضع غير شويه ونطالي من الجوانب حيت مازال عندي الكولي ديال القهوه في الكونجيلاتور ايطالي باش ما يكونش لي فراغات من الجوانب. صافي هنا غادي نجيب الكولي ديالي من بعد ما ايطاليت من الجوانب صافي غيتزول لي بكل سهوله ليا المول ديالو. الكولي البلاستيك ممكن ندهنو غير بالزبده هنا كما كتشوفوا غنحط الكولي ديالي بحال هكا. كيما شفتوا بعد ما عمرت هاد المول ديال لابيش بالكريمه هنا بعد ما درت البسكويت فوق الكريمه هنايا انا حطيت الطرف الاول وبقى لي هاد البلاصه هادي قطعت ثاني طرف اخر. مهم كما كتشوفوا معايا هنايا كندوز نسقي هاد البسكويت ديالي بهاد السيرو ديال القهوة ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما نغلاسيوها. هنا كما كتشوفوا معايا غادي ندوز ان شاء الله الكلاصاج ميغوار كافي اللي غادي نغلاسي به لابيش بعد ما جمدت ليا ليله كامله. هنا في المكونات كنحتاج 500 غرام ديال الناباج، هنا عندي 6 اوراق ديال الجيلاتين، وهنا عندي قهوه سريعه الذوبان غادي نحتاج ليها واحد بالميل ديال القهوه يعني واحد الكميه ما محدش على حسب اللون اللي بغيتو تحصلوا عليه. المهم هنا في واحد الكاسرول غادي ندير كميه ديال الناباج 500 غرام كما سبق لي وذكرت مع القهوه سريعه الذوبان
بردوا لي القهوه مع الناباج، والناباج يترخف ليا. خارج النار غادي نزيد عليه سبع اوراق ديال الجيلاتين اللي غيكونوا مرطبين في الماء ومعصرين. صافي هنا غادي ندوز ان شاء الله باش نحضر هاد الكلاصاج. هنا كما كتشوفوا الكلاصاج حصلت عليه بهذا الشكل هذا، كما كتشوفوا معايا لابيش في طبق التقديم كتجينا على هذا الشكل. المنظر ديالها جميل بهذا الكولي اللي درناه من الوسط. مهم نتمنى ان الفيديو ينال الاحسان ديالكم، واعتذر على الكلاصاج المقطع تحذف ليا. مهم خليتكم في امان الله، والى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى.